فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية. والله سبحانه جعل أوقاتا فضلها على غيرها ليزداد المسلم فيها من الخيرات، ويسارع فيها إلى القربات والطاعات. فهناك شهر رمضان، شهر الخيرات والبركات، الذي فيه ليلة خير من ألف شهر، وهناك عشر ذي الحجة، هذه الأيام التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه الكريم، فقال: والفجر وليال عشر، ولا يقسم الله جل وعلا إلا بعظيم، ولا يقسم الله جل وعلا إلا بما فيه الخير الكثير. وهي الأيام المذكورة في قوله سبحانه: ويذكر الله، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه الأيام كذلك تشتمل على يوم هو من أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى، وهو يوم عرفة، اليوم الذي تجتمع فيه الناس من مشارق الأرض ومغاربها في صعيد واحد، في صعيد عرفة، ليؤدوا الركن الأعظم من أركان الحج. وغير الحاج يصوم ذلك اليوم، فتكفر عنه السنة الماضية والسنة الباقية. هذه العشر التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. قال أهل العلم: دل الحديث على أن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من العمل في كل أيام الدنيا. وإذا كان العمل فيها أحب إلى الله فهو أفضلها عنده. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الموسم المبارك، فيجتهد فيه بالطاعات والقربات، ويجتهد فيه بالأعمال الصالحة.